لأب وجد يفعون الطيبة ومتبرها أبوك شيخ السماء نجمة صعب زايد علوم الطيب يصبح بحرها يا هلا والله حبيبي خالي حبيبي اليوم ما شاء الله معك يعني حضانة ما شاء الله بالله عليك ضبحوا بك نغاش يا اخواني يا دلي يا ابو مساعد ما الجوال اشتي مشي يوم تتشلوا على السيارة بيروح يطلب لله بيمشي حاله تقعد تصلحوا له ذي الحركات شلوا بابوري بابور عدنان لكن هذا انسان ضبحان مسكين انا بعد خطط للدراسه ان شاء الله الثانويه الله قبل ما اروح ساوره حلم ايوه ابي مش كبير ولا صغير طيب كيف التسلل تسلل واضح ولا تسلل يعني مشكوك؟ عاد تسلل كيف تخدمنا؟ والله واخذ الله بكره بكره حبيبي يا عم جمال زار علينا من ده؟ لو اخوك بالسياسة يا عقل ما يطلع صورتك ها صورتك بعيد ماشي للجنوب وانا دواي تجن حال هذه الايام ايش تضحك تكلم عبر عن شو ايش منك من التنعيمه هذه ما شاء الله جالسه برادو 2017 انا خاف يطبوا علي المفتاح عبر بابو رجح ب 800000 خاف الله والله ده كله 800000 شلته بمليون انا 2 مليون عبر رجح لما هو صغير تزقوا على ها يا ملك منا تعال انت بس مباشر تقول لي شوف لك هذه شوف لك منين تعال تقدرنا حسين الموت فينه حسين الموت المحل ها ولا يوم بيقزع كذا من عندي بيقول لي بعزمك قلق شيء شوف هذا الفيديو بتهربه والله انك ونا هتهربه بالله عندك احسن منه هتهربه بالله الموت هذا حسين عسكر تعب لك منه مليح اسالك بالله فانا حبيبي لا 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 اوه صليب ايدي الحلاوه ايدي الحركات الا عليك بعد قال لي صلحت الدلكو شو الدلكو والله الوحيد اللي يدين اقسم بالله اصحاب الفرزه هذول ما يجملوا شيء يجي معاهم بياس والله ما يهبوا له ولا حاجه اول مره اشوف مهندس يدين والله اخر حمام اقول حرام صراحه يعني اقوى شيء احنا والشيخ درهم عزم احنا والله ما قصر والله النعم يا درهم على راسي يا اخوي يلا بتعلم انت كفو انت رجل وين التاكسي الدنبر العرطه ها دنبر العرطه هذا التاكسي هذا ايش يفرق يعني اذا عندك عرطه مالك ده عرطه بالله لا جالس جالس ها جالس يلا اولا الفيديو ده حق جماجم مهلوش معي تمام ثانيا يعني زيط ميت هذا يا اخي كلام انت قالي هذا هو الحالة احنا هذا العلم انا معلقه هنا مش عشان الانتقالي هذا علم الشعب اولا قبل ما يكون علم الانتقالي علم نحن اللي نقرر المصير تحكموش اما تقول لي انتقالي ولا لا تحكموش مش تحكموش والله كيف مش تحكموش الله ما تحكموش ولا شيء اقول لك حقنا تعالى دحباشي هذا باسل مسكين يا الفار هذا القهب هذا برز هذا قهب بعد مفصول من الارض الرئيسي قهب كيف كيف سوي انا كيف لا كويس شوف لا والله كويس كيف انا كيف سوي كيف ايوه كله كذب خارط ها فلوس ما فيش ها سوي ها ايوه خلاص كفي
اقطع قول يا ما ايوه ها اخر حبه اخر حبه وهي الحمد لله انا لو صاحبي كده والله بضرب جنبه انت ضربت هنا ضربت هناك احسن منك في واحد يقول لك معاك زرار ما انت ليه مش زرار لا لا ما لك يا عالم عليك عيال بنيسار ما لهم والله من العطاك تعال يا دريم ما عليك ها الشيلو كذا قصة حصلت لي يمكن قبل 5 سنين 4 سنين كان معي باص نقل أحمل فيه ركاب على الماشي أطلب الله طلعوا معي 2 حرمة كبير ورجال لما وصلنا للمنطقة اللي أنا بنزل فيها الركاب نزل أول شيء الرجال هو نزل أجي قرب لعند الشباك عندي قال لي والله ما معي ريال قلت له خلاص عادي عادي مساهم ساهو حتى ما خليت الحرمة تركز مشياش تركز يعني عشان مين حرقش الرجال الله أعلم بحاله الحرمة ركزت قال لي الله يجزيك خير والله يفتح عليك زي ما جبرته يعني بالناس ضباحة تعاب الله أعلم بوضعه الله أعلم بحاله بعض الناس بعض السواقين التكاسي والباصات تلاقي لما ينزل الواحد مثلا يقول له ما لا بتتكلم من أول بتقول لي من أول أنه ما فيش معك ومش عارف إيش ويغلب صورة على أساس أنه تلاقي يغلب صورة على أساس يقول لك كان فروض يزكن عليها مهما كان يعني تلاقي غالب صورة وزهر الرجوع على أساس أنه اللي سواه غلط الرجال يخل الواحد يحرق خلاص أمر الله سواقين التكاسي تجوا عوائل يجوا ناس حالتهم حالة تقول لك أخي معي كذا بعضهم يستحي يقول لك معي اللهي يقول لك بتشيل لنا بذا المبلغ أنت شوف إذا هم خارج شوف شكل الرجال كيف يعني هل شكله وضعه صعب هل شكله والله العظيم إنه ربي يحول لك سبحان الله تكون تشله هذا المشوار وصلته جملت معه وأنت راجع تحصل مشوار ثاني ربي يعوضك فوقه دبل نحن عايشين بالبركة ربي يفتحها والله العظيم بالبركة كل ما سهلته ربي يسهله لك مش سوى في المال الرزق ما هوش في المال والفلوس الكثير قد يكون الرزق بركة في جسمك أو في عافيتك أو في لقمتك سبحان الله ربي يبارك لك والله يفتح علينا كلنا إن شاء الله الله يفتح علينا المهم اللي ذكرنا بالقصة هذه اليوم حصل لي برضو نفس الشيء طلعت مشوار إلى منطقة هنا اسمها جبليل وانا نازل لقيت على واحد عسكري شكله كبير بالسن كذا طلع معي سكته وهو ساكت ما فيش معي الا وذا الراكب نازل من الفتح لما التواهي السوق اللي هو يعني المهم الرجال ساكت لما وصلنا فتح الباب شل نفسه نزل انا انساني على طول مشيت ما تصيحت لهش ولا غبت له يعني حبيت أذكر الناس إنه شوف يعني مهما كان بعض الناس يعني تيجي زي كذا تركب يعني وتستحي وخلاص تلاقيه ميت هو جنبك والله العظيم يكون مستحي مش داري إيش بيسوي كيف بيتخارج من الموقف هذا الله يستر علينا وعليكم إن شاء الله يا رب والله يسهل لنا كلنا إن شاء الله